بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بأهمية الدماغ، أطلقت مجلتي نكهات عائلية وفاميلي فليفرز محاضرات توعوية عن أهمية الدماغ من خلال فعالية افتراضية على الإنترنت. ولنتعرف على هاي الفعالية بشكل أكبر، التقينا مع دينا هلسة اختصاصية علم نفس التربوي بمجلة نكهات عائلية وإحدى المحاضرات بهاي الفعالية لتخبرنا أكثر عن أسرار الدماغ والنشاطات يلي تضمنها هذا الأسبوع. هذا الأسبوع كان بدعم من فاميلي فليفرز ونكهات عائلية، والهدف كان إنه نقدر نزيد الوعي وننشر معرفة أكثر ما بنقدر، وهاي رسالة موجودة عندهم من زمان، وهذا الإشي اللي هم عم بيقوموا عليه كل شهر إنهم يزيدوا من الوعي عنا بالمجتمع، يزيدوا من المعلومات اللي إحنا بنقدر نقدمها للأهالي وللأشخاص بشكل عام اللي يقدروا يستفيدوا منها ويطبقوها في حياتهم. أسبوع التوعية بأهمية الدماغ هو بالأصل حملة أطلقتها دانا فاونديشن، والهدف منها كان إنه إحنا نزيد أو ننشر الوعي أكثر عن الدماغ، العلم الجديد اللي بيختص بالدماغ، شو احنا كيف نقدر نهتم بدماغنا وكيف نقدر نرفع من مهاراتنا بشكل عام، كيف ممكن نغير تشكيل دماغنا. اول موضوع كان عنا عن اسرار الذكاء والدماغ، ثاني موضوع كان مع السيد مؤيد حداد هو اخصائي نفسي، حكى لنا اكثر عن ادماننا اليومي للدماغ. كثير مرات بنلاقي حالنا مدمنين على اشياء احنا مش منتبهين عليها، مثلا ممكن مواقع التواصل الاجتماعي، موبايلاتنا، اكل بشكل او باخر، اشياء حياتيه يوميه احنا متعودين عليها. اليوم الثالث كان اثر القلق على الدماغ، كانت معنا السيده مجد قمو، وكان كثير هذا الموضوع خصوصي بهاي الفتره كثير مهم، قديش احنا عم نمرق بضغوطات وتوتر بحياتنا اليوميه بسبب المرض، بسبب المشاكل اللي عم نشوفها حوالينا، وشو تاثير هذا التوتر على الدماغ. واخر شيء كان السيدة رويدة دقاق شاركت معنا كيف ممكن إحنا نربي جيل واعي، وكيف إحنا طريقتنا والتعامل معهم وحبنا لإلهم كيف بيأثر على دماغهم، كيف بيأثر على تربيتهم، كيف بيقدر يخلق الوعي بشكل عام ويبني جيل صحيح. بالنسبة لورشة الذكاء والدماغ كان التركيز الأكبر نحكي فيه عن أنواع الذكاء المختلفة، شو في عنا أنواع ذكاء إحنا مرات ممكن نتغاضى عنها أو ما نشوفها لأنه التركيز الأكبر بالمجتمع هو الذكاء الاجتماعي. الورشات اللي إحنا دائما بنقدمها مش بس بهذا الأسبوع، بشكل عام بيكون مختصة بكل الأعمار، وبالحقيقة الدماغ مش بس مختص بعمر صغار، بالعكس هو إحنا دماغنا عم ناخده معنا من سنة لسنة وعم نكبر فيه. وللأسف فكرتنا كمجتمع عن الذكاء كتير فكرة غلط، أو بدي أحكي قديمة، ما بدي أحكي غلط. نسبة الذكاء زمان كآي كيو كانت تنحسب بالنسبة لبعض المواد أو الأنواع الذكاءات المختصة بالمواد التعليمية، سواء كانت قراءة أو كتابة أو لغة بشكل عام، والذكاء اللي خلينا نحكي خصه في الرياضيات بشكل أو بآخر، فهو ذكاء الفهم أكثر من أي شيء تاني. وللأسف هذا الإشي اللي إحنا بنينا مجتمعنا وفكرنا عن الذكاء فيه. بالحقيقة في عنا أنواع كتير مختلفة من الذكاء، عنا 8 أنواع، وكل نوع ذكاء له مكانه وله اختصاصه بشكل أو بآخر. ومن أهم النصائح اللي بقدر أقدمها لأي شخص ليعتني في دماغه هي 4 نصائح. أول إشي النوم الكافي، كتير مهم إنه الواحد ياخد القسط الكافي من النوم والراحة، ما بكفي إنه إحنا نضلنا عايشين على 3 أو 4 ساعات من النوم كل يوم والسهر كتير ونتوقع إنه دماغنا يضلوا يعطي بالشكل الصح. الإشي الثاني المهم إنه نهتم بنوع أكلنا وقديش إحنا عم نعطي جسمنا الغذاء المناسب. والنصيحة الثالثة اللي أنا بقدمها اللي هي رياضة، كتير مهم إنه الشخص يمارس الرياضة كجزء يومي في حياته. وآخر إشي أنا بقدر أذكره هو تدريب الدماغ. الدماغ كل العلم الجديد بيحكي لنا إنه هو بيقدر يطور حاله ويزيد من روابط العصبية ويبني روابط عصبية بزيادة وبقوة أكتر. وهون بيجي دور تدريب الدماغ. تدريب الدماغ بيصير عن طريق إنه إحنا نجرب أشياء جديدة في حياتنا، سواء كان إنه نتعلم لغة جديدة، نتعلم إنه نعزف إشي جديد، أي إشي بيشغل مخنا، أي إشي بنحط جهد فيه لنتعلمه، هذا الإشي بيكون عم بيفيد دماغنا وعم بيرفع من مهاراتنا اليومية، وهذا الإشي اللي إحنا محتاجين ندخله في حياتنا بشكل أو بآخر. فإذا إحنا منعود حالنا إنه نعمل إشي صعب علينا، منعود حالنا إنه نجرب إشي جديد علينا، يوم عن يوم منلاقي إنه دماغنا ومهاراتنا عم تتطور أكتر. صح 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 صح